هذا إبعاد ضعيف للكرة، توستاو ثم ريفيلينيو وتتقدم البرازيل. ريفيلينو توستاو في الخلف هنا، توستاو أين وجد المساحة؟ غالاردو، وتعود بيرو إلى المباراة ثانية. بيلي، توستاو، نعم، غمزة بسيطة وتتقدم البرازيل 3-1. فوانتيس، وقد ينطلق كوبياس هنا، نعم لقد فعلها الشاب ثانية هنا. وسجل جارزيني وأصبحت النتيجة 4-2. سيظهر كوبياس في مرتين أخريين في نهائي كأس العالم. ربما قدم أفضل ما عندها عام 82، لكنه ما زال في أوج قوتها عام 78 وسجل 5 أهداف. الآن حان وقت ألعاب القوى ونحن نتجه إلى العاصمة الروسية لنلحق بالأهداف.